بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة تنظم جامعة الملك فيصل متمثلة في كلية التربية فعالية وملتقى بهذه المناسبة وبمشاركة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وبرعاية مدير الجامعة في الأحساء، فحياكم الله. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. الكشافة اليوم شاركين هذا فرقة الكشافة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يوم 3 ديسمبر يحتفل العالم باليوم العالمي للإعاقة. اليوم متواجدين في جامعة الملك فيصل الاحتفالية الكبيرة بمحافظة الأحساء بوجود مدير التربية، مدير التعليم، إدارة التربية والتعليم بالأحساء الأستاذ أحمد الغنيم. الإعاقة ليست هي جدار أو نهاية، الإعاقة هي تطور، هي إبداع، هي أشياء كثيرة. فطلابنا اليوم ما قصروا صراحة. وفي الختام لا شك أن الإعاقة لا تحد من العطاء. من جامعة الملك فيصل وفي اليوم العالمي للإعاقة كان معكم سناب واحة الأحساء، في أمان الله.